أما أن نردده ونحن لا نعلم ولا نعرف معناه فماذا نستفيد إذن؟ كالذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وذلك من اليهود يتلون التوراة تلاوة مجردة، إلا أماني يعني تلاوة، تلاوة مجردة من دون تدبر من دون عمل. فنتدبر القرآن، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. تدبر القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يتدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لابد من تدبر القرآن مع تلاوته، وهذا لا يكفي كله، هذه وسائل، والغاية أن نعمل به، أن نتعلمه، أن نتلوه، أن نتدبره، كل هذا وسيلة إلى العمل به، لأنك لن تعمل بالقرآن على وجه المطلوب إلا بهذه المقدمات، بهذه المقدمات تعمل بالقرآن. ولا تكتفي بمجرد أنك تحفظه، لا تكتفي بمجرد أنك تعرف تفسيره، لا بد أن تعمل به وتخلص لله العمل في ذلك. هذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل.